محلي دلوقتي. دي تصميمات مصرية؟ كلها. برافو جدا. بس في توجيهات من حضرتك فيها يعني اعمل لي ده؟ لا. ولا هم ده ابداعهم هم الشباب؟ لا هم اصلا ابدعوا واحنا نقيناهم، ولما بنيجي نعمل كولكشن جديده بنديهم كونسبت اوف كولر سكيم وكده عشان ياخدوا موديلاتهم يدوها تويست جديد. لكن هم اصلا يعني الازاز ده مصري؟ النفخه ده مصري؟ الالوان دي؟ ايوه احنا اديناهم انسبيريشن برضو. بنحاول يعني بنشتغل ككيوريتر، بنشتغل مع كل اللي هم مصنعين، في منهم الحاجه حلوه وجاهزه عندهم، في بنحاول نطور كل شويه. فده كله ازاز ماوث بلون مصري كله. الحاجات دي انا بعتبرها روح البيت، خلي بالك دي اللي بتنور البيت. بالظبط دي الاكسسوارات اللي بتحلي الدنيا. وحاجات دي غاليه بقى ولا اسعارها حلوه؟ لا ميد رينج. هنا بيبيع كل حاجه، اوت دور واندور واكسسوارات. ده اوت دور ورينالدي، شركه اسمها رينالدي مصريه. مصريه. وايه ده بقى؟ اشرحي لنا انت حضرتك اللي حباها، ايه اللي كل قطعه من هنا حبيتيها ليه؟ لا حبينا كله عشان مثلا دي رخام من مصنع مارمونيل بتاع رخام، واحنا ادينا الديزاين وعملنا الميكس بتاع الماربلز وبنشتغل مع بعض سوا، في الاخر طلعنا الكونسول والكوفي تيبل. دي شايف الالوان دي برضو اشتغلنا هنا، ده برضو مصنع بيعمل وول كوفرينج وفابريكس، فانت ممكن اي نقشه انت عايزها تقبلها خلاص. كل حاجه مش تبع محل واحد، يعني الكنبه من عند حد، البوف من عند حد، الكوفي تيبل، فالميكس ده اللي احنا بنعمله في محلي. احنا بنبيع الست اللي بيبقى مخصوص، زي ما احناش براند متطقمه، فاللي هيشتري الست ده ممكن حد تاني ياخد الكوفي تيبل في حاجه تانية، فبتبقى الحاجه فيها براي. انا لو دخلت هنا حاجه من الدنيا هشتري المكان كله ماشي، يا اما هبقى تايه جدا. هتخليني اركز ازاي واختار القطعه اللي تتناسب مع البيت بتاعي؟ اول حاجه بنبص على البلانات بتاعتك. تمام. ونعرف بيت في القاهره ولا بيت في الساحل او في العين السخنه، اي مكان او في اي محافظه في مصر. بس نفهم ده بيت اولاني ولا بيت سكند هوم. سكند هوم بالظبط. ومنه نبتدي ونعرف ايه الالوان اللي بتحبها، لان كل الالوان الموجوده هنا دي ممكن تتغير باي اوردر، كل حاجه، والحجم ممكن يتغير كمان، يعني الكنبه ممكن تكبر ممكن تصغر، الترابيزه نفس الحكايه، اللون ممكن يتغير. حلو قوي حامل الكتب ده. والوانه تتغير، ممكن يبقى اطول وتحط عليه كوشن فيبقى كتب وكوشن، نحط جزء من انتريه كمان لو موجود. ممكن يبقى سايد تيبل تقدر تستعمل. في لمساتك لان ما ينفعش نسيبهم يشتغلوا لوحدهم. وي انسباير ذم. اجولا دي اجولا ابتدينا نديها افكار وهي ابدعت بعدها، يعني الحقيقه لما الناس بنحمسها وهم ده ازاز ماوث بلون بيتلزق على الفخار وبالكميه اللي الواحد عايزها. ازاز ولزقه في الفخار. صح. لا جديده دي، وده طبعا ده هاند جليز ده صح كده؟ ده كله هاند ميد والجليز الطريقه حلوه قوي. انت اللي طلبتها منها ولا هي اللي عملت بقى حاجات وعرضتها عليكي؟ لا وريناها شويه حاجات وهي طلعت بالافكار دي برضه. يعني لا ليكي برضه، انت برضه موجوده. لا احنا بندي بنطعم بس ما بنفرطش. يعني وي انسباير.